ملي سيدنا قال بلي 51 مليار ديال الدرهم غتمشي للتنميه القرويه، قلنا شي كلمه؟ ألم نصفق؟ ورغم ان الصلاحيات ديال رئيس الحكومه انه هو اللي كي يعطي الامر بالصرف، ودازت هذيك القضيه بالطريقه اللي مرت بها تجاوزنا، قلنا ما كاين حتى مشكل، لانه شنو هو؟ واش انا ندير ازمه ونتسبب في ازمه في موضوع اللي متعلق بالقرى وبالبوادي وبالجبال وبالناس اللي محتاجين على التوقيع؟ اسيدي التوقيعات كلهم ما بغيتها توقيع، انا باغي البلاد غير تتقدم.